السلام عليكم. بعدما كانت فردوسا وبلد الأحلام، تمزقت وتفككت الدولة الإسلامية في الأندلس إلى 23 دويلة، يحكم كل منها ملك. أدى ذلك إلى طمع نصارى أوروبا في الاستيلاء عليها، وكانت إحدى هذه الدويلات هي سرقسطة، وتقع في شمال الأندلس، وكان يحكمها سليمان بن هود. فلما مات توزعت مملكته بين أبنائه 5، فكانت مدينة بربشطر من نصيب يوسف بن سليمان، ولقب بالمظفر بالله. في عام 456 للهجرة عبر 40,000 من الصليبيين من جنوب فرنسا للهجوم على سرقسطة، فعبروا جبال البرينيه، وكانت مدينة بربشطر في طريقهم، فحاصروها وشددوا عليها الحصار. فأرسل المظفر بالله إلى أخيه المقتدر بالله يطلب منه المدد، فرفض أخيه وترك المسلمين محاصرين في المدينة. فأرسل المظفر إلى كل الدويلات الإسلامية يستغيث بها، فما أجابه أحد. فتحرك العلماء في كل منطقة فما وجدوا آذانا صاغية، واشتد الحصار من الصليبيين 40 يوما على هذه المدينة، فقلت الأقوات واشتد ضيق الناس. وبعد قتال شديد استطاع النورمان والفرنسيون اقتحام القسم الخارجي من المدينة، وتحصن المسلمون بالمدينة الداخلية مصممين على القتال والثبات. لكن أحد الخونة دل الفرنسيين على مجرى الماء الأرضي الذي يأتي إلى المدينة ويرويها، فقطع الفرنسيون الماء واشتد بالمسلمين العطش وتقاتلوا من أجل الماء. فعرض أهل بربشتر التسليم بشروط، فرفض الصليبيون، ثم اقتحموا المدينة بالقوة واستباحوا ما فيها ومن فيها، فقتل على أقل تقدير 40,000 رجل، وعلى أعلى تقدير 100,000 رجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهتكوا الأعراض أمام المحارم، وقسمت المدينة إلى مناطق يدير كل واحدة منها جندي من الصليبيين، ويصبح جميع من في تلك المنطقة عبيد له. وكان الخطب أعظم من أن يوصف أو يذكر، واختار الفرنسيون 5,000 من أجمل فتيات المسلمين، وقدموها هدية لملك القسطنطينية، وتركوا حامية منهم 3,500 رجل في المدينة، ثم رجعوا إلى فرنسا مثقلين بالأغنام والأسلاب والجواري المسلمات. السلام عليكم.